كرة ترجع مرة أخرى في وسط الميدان، كرة تمشي عن طريق الغول. يا توري يا توري يا 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 مش ممكن مش ممكن، علاش تعطي باس وجول؟ علاش تعطي باس وجول يا نصري؟ سمير نصري في الجول، سمير نصري والهدف الأول مباراة، هدف العادة في الكاب للفريق المانشستراوي. سكاي بلو في وقت يتفوق فيه تشيلسي، في وقت يدخل فيه تشيلسي المباراة، هفة دفاعية رهيبة، يخلق الثغرة، يعمل الثرو الكبير الإيفواري العاجي يا توري. شوف شعمل يا شوف شعمل يا توري، يخلق ثغرة في الدفاع، يدخل ويرج دفاعات البلوز. شوف الإيفواري شعمل، شوف الإيفواري تفرج تفرج وتعلم، يعطي باس شانس اللاعب الناصري، تحب الكرة تجي قدامه، تطيح قدامه، تسقط أمامه، ويضرب كرة في مرمى تشاك. هنا ما تذيعش، هنا ما تتوهش الكرة، دفاع يغلط، أجويرو ما يسمحش. أجويرو بكنية الهداف، بكنية القناص، بكنية السفاح، بكرة بالرأس يضربها الأرجنتيني ويحط هدف للأمان. تشيلسي ينهار في أول دقيقة. مهاجم على حساب متوسط ميدان، ويلعب 4-4-2 الآن، وخطيرة، وديمبابا جول، ديمبابا جول، تتغير المباراة، تتغير المعطيات. ديمبابا، ديمبابا صياد الأسود، ديمبابا صياد الأسود، ديمبابا صياد الأسود، يصطاد اليونايتد واليوم يصطاد السيتي. يسجل من أول لمس على كوستيل، يقلب المباراة، يغير أطوار ماتش القمة الليلة في ويمبلي. في الدقيقة 65 مانشستر سيتي 2 تشيلسي 1، غلطة السيتي أنه اعتقد أنه خلاص تأهل بشكل مبكر جدا، ونسي أن الأسود لا تستسلم، أنه ديمبابا موجود، أنه تشيلسي لن يفرط بسهولة في لقبه. وهدف جميل جدا في كورة ملعوبة من كلاسيكيات المهاجمين، من لعبات الكلاسيكيات.